الزملاء، الأحباء، الإخوة، الأخوات، أحييكم بكل تحية، خاصة بعد انقطاعي عنكم لأكثر من 3 أسابيع وتوقف حلقات فضفضة 5 إلى 5، لأني سافرت لأول مرة مدة طويلة لمدة 16 يوم لتركيا ولقطر علشان أجرب نفسي بعد حصار كورونا. لذلك أنا سميت الكلمة اليوم الخروج من شرنقة الكورونا، وإن شاء الله ما يكونش في شرنقة في المستقبل. وأنا بشكر الأستاذة آية أبو زينب على العرض الشرائحي، ونبدأ العرض بتاعنا اليوم. وطبعا زي ما أنتم شايفين في الصورة اللي أنا رسمتها في آخر لحظة أمس، صورة الشرنقة بتاعت الدودة، سواء كان دودة القز أو أي دودة أخرى، اللي في داخلها الأفراد اللي اتغير شكلهم، اللي راح شعره واللي أصبح شكل مختلف يعني، وأصبحت طباعنا وأصبحت تقاليدنا وأصبحت تصرفاتنا مختلفة ما قبل الكورونا وأثناء الكورونا ما بعد الكورونا. فذلك أنا سميتها الشرنقة زي ما انتم شايفينها كده في الصورة، ونخرج منها عشان ترجع حياتنا طبيعية مرة أخرى. طيب، مضى أكثر من عامين على حصار كورونا لنا. كورونا محصرانا من أكثر من سنتين، من ديسمبر 2019 2019 يعني، أو قبل كده كمان. مات من مات في إننا بقى، ومرض من مرض، وفقد وظيفته من فقد وظيفته، وشرد من شرد إلى آخره، من حصار هذا الفيروس الصغير. بدأت تزغ شمس الحرية، وأنا بسميها حركة الحرية أو حرية الحركة مرة أخرى. وبدأت أنا أفكر في إن أنا أخرج، وده كان حلم عندي من زمان في الحصار ده، بالرغم من تواصلي مع الشباب كان بصفة دورية يوميا أو أسبوعيا عشان ما انقطعش عن التواصل معكم. وبدأت الفكرة دي إن أنا أتحرك وأخرج مرة ثانية لمدة أسبوعين ونصف تقريبا، وخرجت فعلا يوم 15 أكتوبر الشهر الماضي علشان أزور بعض المؤسسات، بعض الجمعيات، أزور بعض المسؤولين فيها، وأتعرف على العالم الخارجي اللي اتغير، خاصة الدولتين اللي ذكرت اسمهم قطر وتركيا. أنا ما زرتهمش من 2.5 سنين تقريبا، وقلت أن أزورهم عشان أطلع على ماذا حدث هناك. كان إيه هو هدف الرحلة دي وإيه هو البرنامج؟ هدف الرحلة اللي أنا عملتها، أو أنا بسميها حركة الحرية. حركة الحرية أول هدف بالنسبة لنا شخصيا كان أكتشف قدرتي على الحركة والتجول بين المجتمعات وبين المدن وبين القرى وبين الجمعيات، من ناحية البدنية ومن ناحية الصحية. دي نمرة واحد، الحمد لله. نمرة اتنين، اختبار قدرتي على التواصل. أنا بقى بتواصل مع الناس عن طريق الزوم وعن طريق السوشيال ميديا، عن التواصل الاجتماعي وعن طريق الحاجات دي كلها، لكن ازاي بقى أتواصل معاهم وجها لوجه؟ التواصل والتفاعل وتبادل الآراء والأفكار والرؤى، مع مين؟ مع الأجيال والثقافات المختلفة. دي نمرة اتنين، وده الهدف التاني. الهدف التالت كان معايا تحدي آخر، إن اتفقت مع أبناء الإغاثة الإسلامية في أسبانيا وفي إيطاليا إنهم يجيبوا 2 من الشباب معايا عشان يرافقوني، ويكون ده التعلم بالمعايشة. تعلم بالمعايشة، وطلع معايا أختين من الشابات في أسبانيا وإيطاليا، سارة وهناء كذلك. ده الهدف الثاني. الهدف الرابع، وضع برنامج، وبدأ في وضع برنامج قيادة، بناء قيادات شباب المستقبل. وأهم شرط في هذا البرنامج إن اللي يضع هذا البرنامج مش أنا، من وجهة فكر أنا أو ثقافتي أنا أو فلسفتي الفكرية أنا، لكن
الشابتين اللي هم رافقوني في هذه الرحلة لمدة 8 أيام. الهدف الخامس، تكون هذه الرحلة هي الحلقة الأولى في سلسلة لأعداد قيادات شباب المستقبل، الحلقة الأولى في سلسلة أعداد قيادات شباب المستقبل. 5 أهداف. نحن شايفين في الصورة دي معايا على أقصى اليمين من عندي وأقصى الشمال من عندكم سارة من إيطاليا، وبعدين في جنبها هناء من أسبانيا، وبعدين في أقصى الشمال من عندي واليمين من عندكم اللي هو رشدي من سوريا. كنا عايشين نازلين في أنطاكيا، وده يوم وصلنا إلى أنطاكيا حوالي، يعني أنا سافرت من الدوحة اسطنبول أنطاكيا، وبعدين أخونا رشدي خدنا على طول على الشغل علشان نسجل معاه بعض ورش عمل في المساء مع الشباب. إيه هو البرنامج بقى اللي أنا عملته واللي إحنا عملناه مع بعض عشان الزيارة دي تنجح؟ أول خمس نقاط أيضا. 5 نقاط. أول حاجة هنزور مؤسسات خيرية أنا عارفها عشان أتواصل معاهم وأتعرف عليهم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لقيت في بعض المؤسسات تقدموا على المؤسسات اللي في أوروبا كتير جدا، مش لأنهم عايشين في المنطقة العربية مش هيتخف، لا تقدموا بعض الأشياء. ذات مسؤولين زي ما أنا قلت قبل كده هو عشان نشوف هم وصلوا لإيه. بعدين لقاءات كان اهتمامي الكبير الأولي والمبدئي هو لقاءات خاصة مع الشباب، سواء كانوا بقابلهم على العشاء أو على الغداء أو بيقول الأوتيل إلى آخره، عشان أتعرف على أفكارهم، يعني أجدد فكري زي ما تقول إيه، عملية نقل دم، نقل دم أو تجديد دم. نمرة 4، ترتيب محاضرات ورش عمل مفتوحة سواء كان للجمعيات أو مع الشباب. نمرة 5، اكتشاف قدرات ومواهب جديدة عند الشباب والجمعيات. فلقيت إن بعض الجمعيات تقدمت في العمل اللي هو جمع التبرعات واللي هو التواصل الاجتماعي كتير جدا عن المؤسسات اللي في أوروبا، وخاصة جمعية قطر الخيرية اللي كان عندها 4 أو 5 أو 6 سكرين، الغرفة بتاعت المدير العام لشؤون علاقات جمع المال بالثانية وبالدقيقة بيعرف الفلوس أين تأتي من أين تأتي وأين تذهب إلى آخر. دي أنا ما شفتهاش في بريطانيا والأسف، قد تكون عند بعض الجماعات اللي أنا ما شفتهاش. طب ده بالنسبة للبرنامج الزيارة، يعني البرنامج بتاعي كان استكشافي معرفي، قال بستكشف عشان أعرف أنا مين، أنا فين من هؤلاء الناس اللي أنا قطعت عنهم مدة أكثر من سنة. كانت مدة الرحلة دي أو حركة الحرية زي ما أنا قلت عليها 16 يوم أو 384 ساعة. عدد ساعات العمل كان بيتراوح ما بين 12 و14 ساعة في اليوم، يعني من 50 ل 58% من وقت 384 ساعة. عدد ساعات النوم كان بيتراوح ما بين 4 ل 6 ساعات يوميا، يعني ما بين 16 لحوالي 25% من عدد الساعات اللي انا سافرتها. وعدد ساعات السفر ما بين المدن والقرى والدول والأكل والشرب والحاجات دي كلها كانت تتراوح ما بين 16% ل 33%. فده كان البرنامج بتاعنا اللي احنا عندنا. بس عشان ايه، في بعض الناس بيقول لك اصل هو رايح ايه بلد عربية هيتفسحوا بقى ويقعدوا على الكورنيش وياكلوا مش عارف ايه. لا لا لا، نقعد في بعض الأحيان كنا بنقعد نشتغل أكثر من 14 ساعة، لأن الشباب لا ينقطع نقاشهم معي إلى بعد في بعض الأحيان بعد منتصف الليل. دول الشابتين اللي أنا سافرت معهم، اللي على الشمال لابسة أزرق دي من إيطاليا سارة، واللي على اليمين لابسة اللي هو البامبي اللي هي الأخت هنا من أسبانيا، ودول هم المستقبل، ودول هم اللي مفروض بعد ما سافرت أنا معهم 8 أيام دول هم اللي يكتبوا البرنامج عشان ينفذوا بفكر ورأي وفلسفة وثقافة الشباب. إيه بقى تفاصيل برنامج حركة الحرية؟ حركة الحرية تفاصيل بقى، زرنا دولتين، زرنا فيها 5 مدن، يعني الدوحة، أنطاكيا، الريحانية، غازي عنتاب، واسطنبول. 5 مدن، يعني من
في تركيا 4 مدن، وفي الدوحة مدينة، لكن في السفر ما بين الأحياء والمدن الأخرى كتير يعني. عملنا فيها 16 محاضرة ولقاءات عامة، زائد لقاء في التلفزيون، زائد مؤتمر في اسطنبول، ثقافة تلفزيون الجزيرة. عملنا فيها 19 لقاء فردي مع الشباب، لقاءات خاصة. يبقى 19 لقاء خاص استشاري، 16 محاضرة ولقاء عام ولقاء تلفزيوني ومؤتمر عام، وفي نفس الوقت زرنا 5 مدن في دولتين بعيدتين عن بعضهم البعض، هذه 4 ساعات بالطيارة. طيب السؤال اللي سألوا لي أحد الشباب، طب الرحلة دي كلها هل نجحت ولا لا؟ ولو نجحت إيه الدليل بتاعك على النجاح؟ أنا بقول إنها نجحت. الدليل كالتالي: أول حاجة من الناحية الصحية ومن الناحية البدنية، الحمد لله أنا شخصيا استمريت ونجحت في إن أنا أكمل المسيرة من قبل فجر يوم الجمعة اللي هو أو يوم اللي هو السبت 15 إلى منتصف النهار 15 أكتوبر إلى منتصف النهار في يوم 30 أكتوبر، عمل مستمر دؤوب. دي نمرة واحدة، أنا نجحت بدنيا وصحيا، نجحت. نمرة واحدة، نمرة تندرج الاستجابة للشباب والجمعيات، الكلام اللي هنقوله، والموظفين الكلام اللي هنقوله، خاصة فئات الشباب في الدولتين، في 16 لقاء أو 19 لقاء خاص. درجة الاستجابة كانت عالية جدا، بالرغم من أنا بشوف شباب لأول مرة، بعض معهم لأول مرة، من مختلف الخلفيات اللي بتتكلموا عنها. بين نمرة اتنين، نمرة تلاتة، سارة وهناء اللي جم معايا بدأوا يؤمنوا بأنهم هم اللي هيعملوا هذا البرنامج، وده نجاح انك تجيب شباب صغير في السن ويسافروا معاك ويؤمنوا بأن هم لابد يبنوا برنامج بناء قيادات المستقبل. نمرة أربعة، تقبل بعض الحاضرين بالعمل النظري. يعني وأنا في محاضرة في غازي عنتاب بتكلم في أحد الكلمات عن الثقافة والقيم والأخلاقيات والسياسات الأخرى، ردت علي أخت فاضلة جزاها الله خير، قالت لي: إيه الكلام النظري ده؟ مش عايزين كلام نظري. فأنا ساعتها رديت عليها قلت لها: شوفي، أنا تركت العمل اللي هو التطبيقات العملية أيام ما كنت مدير ورئيس لمؤسسات كبيرة علشان أخش في كلام نظري اللي هو الفلسفة والثقافة والقيم والأخلاقيات، لأن هذه الأشياء لو لم تفرغ فيها لها أحد منا ستؤتى أو ستأتي لنا من خلال آخرين، خلال آخرين هم القادرين على أنهم أنا هوقف يا هيا هيا هاي يا دكتور، معاك حصل مشكله ان انا ما كنتش حاطط السماعه في ودني، فانا هوقف دلوقتي. ارجع انت اسمعي الصوت، تعرف تسمع الصوت ولا تعرف تسمع الصوت اللي قبل كده؟ اعرف، عشان لو كان الصوت مش واضح، انا كنت انا حاطط الميكروفون بس مش حاطه في ودني. طب ثواني نعرف يا دكتور، لو ما كانش كده هنضطر نرجع تاني مره ثانيه. فلما سألتني الأخت الفاضلة هذا السؤال، يعني أنا بتكلم كلام نظري، فأنا بقالي كم سنة بتكلم كلام جزء منه نظري. ليه؟ لأن شايف اللي بيأثر لنا السياسات والقوانين والقيم والأخلاقيات من خلال الإعلام، من خلال الأفلام، من خلال التمثيليات، من خلال الأغاني، من خلال الأفكار، من خلال القيم، ناس آخرين خالص. وعلى سبيل الذكر للحصر، العمل الفلسفي والثقافي والفكري والقيم والأخلاقي. ترى يا أختي الفاضلة، الكلام ده بيجي لنا مستورد دلوقتي، مش احنا اللي بنطلعه،
فلابد احنا نطلع هذا الكلام من ناس كأمثالك وأمثال غيرك، من ناس لو فاهمين، عشان نستطيع في المستقبل اننا نضع السياسات والقوانين ونرسم الأسر والمسارات لا تتبعها المجتمعات وتصير داخل علاقتها الأجيال. يبقى ده كان التحدي الرابع، واللي كانت الأخت تقبلته وغيرهم من الأخ من الإخوة تقبلوه. وحصلنا جلسنا جلسة طويلة في غازي عنتاب، سهرة مع كوكبة من كواكب أو كوكبات اللي هو العمل الإنساني هناك، من جمعية اسمها شفق، يعني ناس بسم الله ما شاء الله. وتحدثنا في هذا الموضوع، تحدثنا في هذا الموضوع عن إن لماذا لا نرسم لأنفسنا سياسات وقوانين وأطر ها ومسارات إلى آخره، ولن يحدث هذا إلا إذا تفرغ البعض لهذا العمل النظري. النقطة الخامسة في النجاح اللي احنا بنقص فيها هو رغبة الجميع، كل اللي احنا قابلناه بلا استثناء، يعني الغالبية العظمى. وده كان أكبر شيء أنا شفته وأنا في الدوحة في جامعة قطر بنعمل محاضرة مع الشباب. كان في مبادرة اسمها دايما بنسى اسمها. المهم المبادرة دي بدأت من 3 سنين أو 4 سنين بشاب أو شاب وشابة، وكل سنة كنت بروح أجلس معاهم ساعة 3 4 5، ومن اسم المبادرة ومن أحياها، اسم المبادرة ومن أحياها في جامعة قطر. ولما يجي بعد صلاة المغرب يجي ما يجي كده هو الشباب يخرجوا يصلوا ما يرجعوش. المرة دي كان في أكتر من 30 أو 35 شاب وشابة جالسين، وجلس صلاة المغرب ورجعوا يصلوا من الصلاة وقعدوا، وكان النقاش يعني حار وفي حماس. ليه؟ لأن تغير في مسيرة بدأت من 4 سنوات، فده معناه أن الكلام اللي احنا بنقوله مش كلام فارغ. يبقى الخمس نقاط دي بتقول نعم نجحنا، والدليل على ذلك الخمس نقاط اللي اتكلمت فيهم. طب ليه نجحنا بقى وازاي نجحنا؟ السؤال التاني سألوا لي أحد الشباب. نجحنا لأن احنا ما انقطعناش عن الشباب، كل يوم والتاني مع طريق الزوم أو عن طريق الواتساب أو عن طريق السوشيال ميديا في أسئلة وأجوبة بتيجي، وفي تكليفات أنا بعملها لبعض الشباب اللي هم سواء كانوا من سوريا أو من اليمن أو من دول أخرى، علشان هم اللي يعملوا محاضرات. سواء يعني وتشوفوا أنتوا في بعض المحاضرات اللي أنا عملتها مش أنا اللي كاتبها، كاتبها شاب اسمه ألف أو ب أو جيم أو دال أو ها أو شاب إلى آخره. فبالتالي أنا ما انقطعتش عن الشباب، لما خرجت كان عندي فكرة الشباب بيفكروا إزاي، وبستفيد من أفكارهم، وبيكتبوا لي محاضرات، وفي نفس الوقت هم بيكتبوا لي محاور مسارات انا بتكلم عنها. فده لماذا احنا نجحنا، لان احنا في خلال هذا الحصار او الدخول في هذه الشرنقه لم ننقطع عن الشباب مطلقا. طيب احنا فين دلوقتي؟ دي صوره الشرنقه اللي انا شرحتها في الاول، اللي هو الناس داخل الشرنقه دي واشكالهم اتغيرت وعاداتهم اتغيرت وتقاليدهم اتغيرت الى اخره. فلما هنخرج للعالم الخارجي زي اهل الكهف لما خرجوا، زي اللي هو عزير لما صحي من النوم بعد 100 سنه عليه السلام، وهكذا يجد مجتمع تغير. لكن احنا واحنا في الشرنقه دي شخصيا ما كناش منقطعين عن المجتمع الخارجي من خلال التواصل اليومي الشبه يومي مع الشباب في المجتمعات الأخرى. رسالتي إلى الشباب عشان أختم بقى، حركة الحرية اللي أنا بتكلم عنها دي هي اللي جددت في الأمل وعطتني كل هذه الطاقات الإيجابية كي أستمر في العمل الدؤوب لهذه الفترة القصيرة من الزمن اللي هي 384 ساعة، وعطتني هذه الحركة الديناميكية الحرة لكل هذه الفترة. أيها الشباب، أنا هنا لا أستعرض قوة شخص معين أبدا، أو إبداع فكر معين أبدا، أو قدرة خارقة على التواصل أبدا أبدا أبدا، بل على النقيض أعرض عليكم حال واقع نعيش بداخله بدون إمكانيات مادية، ولكن بما أوتينا فيه من إمكانيات فكرية ذهنية عقلية تطلعية، لتصبح هذه الإمكانيات الفكرية والذهنية والعقلية والطلعية هي وقود
الطاقات الإيجابية التي نتحرك بها لتحقيق أحلامنا والوصول إلى ما تصبو إليه مجتمعاتنا. ما فيش هنا إنسان خارق أو إنسان مبدع، إحنا كنا عاديين، لكن لابد أن نحول هذه الطاقات الفكرية والذهنية والعقلية والتطلعية إلى عمل إيجابي وطاقة إيجابية. أيها الشباب الواعي، لا تجعلوا العائق المادي أو المؤسسي، ما عندكش مؤسسة اشتغل، أو العائق العمري، كبير في السن اشتغل، صغير في السن اشتغل، أو العائق الثقافي اشتغل، رحت بلد ثقافتها مختلفة عن ثقافتك اشتغل، أو العائق الفكري اشتغل، أو العائق الفلسفي اشتغل، أو العائق الرقمي اشتغل. لتجعلوا هذه العوائق تكون هي عوائق حقيقية معيقة لحرية حركة بناءاتكم المجتمعية. أبدا لا تجعلوها معيقة، ها، بل اجعلوها طرقا ومسارات للتواصل بينكم وبين الآخرين، جسورا ومعابر تصل بكم إلى الصالح والجديد، أطرا وسياسات وقوانين تضعوها ليلتزم بها أبناء المجتمعات. الهدف هنا يا شباب إن إحنا اللي نعمل السياسات، إحنا اللي نبني نضع القوانين، إحنا اللي نصنع الثقافات، إحنا اللي نضع القيم اللي يلتزم بها الآخرين، التي يلتزم بها الآخرين، التي يلتزم بها الآخرين. التحديات بقى اللي احنا نواجهها، في عندي 8 أو 9 تحديات في مجتمعاتنا. أول واحد فيهم، لابد ولزاما علينا أن نقاتل قتالا متمرسا لكي نزيد مساحة الحريات المدنية لكل مواطن يعيش في داخل هذه المجتمعات. إن لم توجد حريات مدنية أو مساحة كافية للحريات المدنية، فلن يوجد إبداع، لن ينمو فكر، لن ينمو قول، لن ينمو اختراعات أبدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، التأكيد على مدنية الدولة الحديثة، لا عسكرية الدولة ولا أمنجية الدولة ولا مذهبية الدولة، ها أبدا. الدولة هي الدولة التي يستطيع فيها المواطن العادي أن يكون له الرأي والصولجان والقدرة على الإبداع، وهو صاحب الرأي وصاحب الوطن وصاحب الدولة وصاحب الحكومة. لابد في التحدي الثالث أن نفرز الأفراد الحرجين، لما الكريتيكال انديفيديوز الذين يتحولوا فيما بعد من خلال مساحة الحريات المدنية إلى كتل حرجة مجتمعية. التحدي الرابع، رفع الوعي الدائم، إبلاغ تعليم إدراك لكل المواطنين بحيادية، رفع ده التحدي الرابع. التحدي الخامس، وأنا بصر عليه في كل محاضرة أو في كل كلمة، بناء مؤسسات دولة مستقلة عن الحكومة، مستقلة عن الرئيس، مستقلة عن الشيخ، مستقلة عن كل الناس، هي تؤثر وتحمي الكيان، كيان الدولة، وتحمي الوطن، وتحمي المواطن، وتحمي كل مكون مجتمعي. ثم من بعدها بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية وفاعلة ومستقلة. والدولة التي ليس فيها مؤسسات مجتمع مدني قوية وفاعلة ومستقلة هي دولة هشة. إيه شيء ته مربوطة، إيه شين ته مربوطة وشدة وفتحة على الشين. النقطة اللي بعد كده هو بناء منظومة مسيرة التواصل والتكامل بين مين؟ الأجيال والثقافات، القيادات والتبع، جيل يسلم جيل، قيادة تسلم قيادة، وهكذا. ليس من حقك قائد أن تخرج دون أن تصنع من بعدك قيادات متعددة في كافة المجالات، تسمح بنمو هذا النمو المجتمعي الوطني لكي تخرج هذه القيادات في كافة المجالات. توفير فرص عمل الشباب اللي بتكلم عليها، لأن لو نظرنا العالم زي العالم العربي أو العالم الإسلامي سنجد أن معدلات البطالة تعتبر يعني مصيبة كبرى،
ده في الدول المستقرة، غير الدول اللي هي فيها حروب، فيها نزاعات، فيها كوارث، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا. فأنا بقول توفير الفرص للعمل دي في 6 محاور للشباب. أول حاجة أسواق الشعبية، دايماً أنا بركز على الأسواق الشعبية. ليه؟ لأن أنا عايز كل شاب وشاب عندهم منتج يجوا يبيعوه لكي يتطور هذا المنتج فيما بعد، يصبحوا قادرين على الإنتاج، ثم قادرين على الكسب، ثم قادرين على التطوير، ثم قادرين على الإبداع. ده نمرة 1، السوق الشعبي. نمرة 2، الزراعة، لأنها أصل الاستقرار وأصل نماء وأصل حيادية واستقلالية أي دولة. دولة من غير زراعة دولة تعتبر غير مستقلة باللام. ده مهما كانت الدولة التجارية القائمة على التجارة فهي غير مستقلة وغير مستقرة. المال لا يجعلك تحصل على استقرار وطنك، أما الإنتاج الداخلي القائم على الزراعة والذي يجعل دولتك مستقلة، وطنك مستقل. الزراعة وتربية الحيوانات والطيور، تشجيع المبادرة الشبابية، لابد أي مبادرة شبابية نشجعها مهما كانت. دي الفلسفة بتاعت فكرتنا في بناء قيادات شباب مستقبل. نمرة دال، النقل والمواصلات، الاستثمار في النقل والمواصلات وتشجيع الشباب على العمل داخل هذه المنظومة الجديدة، إما بإيجار الحافلات وإيجار التاكسيات إلى آخره. لأن في لما نحن نتكلم عن التعليم، هو طبعا ده نمرة 1، قاسم مشترك أعظم. إحنا عايشين في دول تحارب التعليم، عايشين في دول تجعل التعليم خاص أو قاصر على الأغنياء، عايزين في دول تحقر الفقراء ولا تجعلهم قادرين على التعلم والتعليم. فلا بد علينا في هذه الآونة، في ظل هذه الدول الغاشمة المتعسكرة المتأمنة الدكتاتورية، ان احنا نجد منافذ للشباب لكي يعملوا ويكون قادرين على الكسب لهذا الجيل، لكي لا يتحرف هذا الجيل. والاستثمار في التعليم المهني وكافة أعمال أنواع التعليم البديل، كافة أنواع التعليم البديل، لأن في كتير جدا من العائلات زي عائلات النازحة أو اللاجئة لا تستطيع أن ترسل أولادها إلى أن يتعلموا إلى الدرجة الجامعية. فيش مشكلة، في جيل مننا لابد أن لا يضيع فيكون عامل مهني، الجيل اللي بعده اللي هو الأبناء يكون هو الجيل الجامعي والجيل الأكاديمي إلى آخره. منظومة التطوع ننشئها، دول كثيرة في العالم العربي والإسلامي ما فيهاش منظومة اسمها منظومة التطوع، ننشئها ونستثمر فيها عند كل مواطن، سواء كان المواطن ده شاب في الدراسة أو شابة في الدراسة أو موظف في الدولة. ده بالنسبة للتحديات. يبقى أنا حاطط لك كم تحدي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 تحديات. طيب التحدي الثالث، الثامن، اللي هو لابد وأصبح لزاما علينا وأصبح فرض عين على كل واحد فينا، أن نبني قيادات المستقبل من الشباب. وتبنى هذه القيادات في مسارين، المسار الأول هو مسار عشوائي، وأنا مريت في هذا المسار منذ أكثر من 30 سنة في 3 مراحل في هذا المسار. المسار العشوائي زي ما احنا شايفين دلوقتي بيكون فردي توجيهي بيني وبين الشخص اللي أنا بدربه، زي ما كنا أنا أسطى، أسطى في ورشة وبعلم الصبي بتاعي، بعلمه كده خلاص. ده الفردي اللي هو المسار العشوائي الفردي التوجيه التربوي المباشر، واحد لواحد، واحد مع واحد أو واحدة مع واحدة. نمرة 1، في فرد توجيه تربوي لكن عن طريق التواصل الاجتماعي، زي ما أنا ذكرت قبل كده، هو كتير جدا من عدم من تواصلي مع الشباب عن طريق الزوم أو مواصلات التواصل الاجتماعي الأخرى، عشان إيه؟ اسألوني واسألهم وتعلم منهم وتعلموا مني. يبقى ده المسار الثاني اللي هو الفردي التوجيه التربوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والزوم، ده المسار العشوائي الثاني. المسار العشوائي الثالث هو الفردي التوجيه التربوي المباشر، ازاي؟ بحيث انا انزل كفرد مع مجموعه من الشباب او مجموعه من الشباب زي ما انا ذكرت
مع الأختين اللي أنا سافرت معاهم في خمس في أربع مدن في إسطنبول، وعشان يشوفوا التجربة العملية الحقيقية العملية. ننزل كفرق عمل 10 15 شاب وشابة، ونعيش مع بعض أسبوع أو أسبوعين أو شهر علشان تنتقل. يبقى ده اللي هو المسار العشوائي الفردي التوجيهي التربوي المباشر أو مع مجموعة من الشباب. لابد أن ننتقل من هذا المسار العشوائي إلى المسار الأكاديمي. يعني إيه أكاديمي؟ يعني أنا بعد 25-30 سنة من هذا العمل، وأصبح حلمي واضح وضوح الشمس، عايزين نعمل درجة ماجستير تطبيقية في العمل الإنساني والعمل التنموي أو أي عمل آخر، مبنية على أربعة قوائم. القائم الأول هو القائم الأكاديمي، لا غبار عليه، تابعة لجامعة معينة. القائم الثاني والثالث والرابع بالتوازي يشتغلوا مع القائم الأول الأكاديمي، يكون فيه أول حاجة في محور تطبيقي عملي تدريبي. يعني إيه محور عملي تطبيقي تدريبي؟ يعني معناها إن الشباب دول وهم بيتعلموا العمل وتعلموا العلم الأكاديمي يذهبوا إلى المؤسسات فيتعلموا منها العلم التطبيقي التدريبي، في يعني في الحسابات، في المشاريع، في المراجعة، في القوانين، في شؤون الموظفين إلى آخره إلى آخره. ده بالنسبة للمكتب الرئيسي. ثم ينتقلوا هؤلاء الشباب إلى الميدان في أفريقيا، في آسيا، في السودان، في بنغلاديش، في باكستان، في أمريكا اللاتينية إلى آخره، عشان يتعلموا العمل الميداني في إدارة المشاريع وتحليل الأرقام واكتساب الخبرات ومعرفة ثقافات الشعوب اللي هم بيشتغلوا معها. يبقى ده اللي هو المحور الموازي، المحور الأكاديمي الأول. يبقى المحور الأكاديمي هو العمود الخيمة حول الثلاث عواميد أخرى، اللي هو المحور العمل التطبيقي التدريبي ده ما بين المكتب الرئيسي وما بين المكتب الميداني. الثاني اللي هو موازي برضك لعمل الأكاديمي، المعايشة التطبيقية. يعني إيه معايشة تطبيقية؟ يعني يكون في هذا البرنامج شخصيات ممن أبدعت وأبلت بلاء حسنا في التخصص، سواء في عمل إنساني أو تخصص عمل سياسي أو تخصص عمل اقتصادي أو تخصص في العمل اللي هو التنموي أو تخصص في أي مجال، العمل التربوي أو العمل التنموي، ويكون عاش تجربة كبيرة. يعني أضرب المثل، عندنا مثلا زي عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه، زي عبد الستار إيدي، أصحاب تجربة كبيرة وغنية جدا، يكون هم اللي بيعلموا الناس كأنهم يعني أساتذة مهنيين تطبيقيين عمليين يعيشوا الشباب وينقلوا لهم التجربة دي. يبقى ده المتوازي الثاني مع المحور اللي هو المحور الأكاديمي. أما المتوازي الثالث مع المحور الأكاديمي فيكون محور القيم والأخلاقيات والثقافات والفلسفية. ليه؟ لأن كل مهنة لها قيم ولها ثقافة ولها أخلاقيات ولها فلسفة، فلابد نأتي بمن يعرفون ثقافات وقيم وأخلاقيات هذه المهنة. يبقى في محور رئيسي اللي هو العمل الأكاديمي للماجستير، وحواليه ثلاث محاور: محور تطبيقي عملي في التدريب، ومحور المعايشة التطبيقية مع من أبلوا بلاء حسنا، ومحور القيم والأخلاقيات والثقافات الفلسفية مع أصحاب الثقافات المهنية والفلسفات المهنية والقيم المهنية لهذه المهنة. دي التعدديات نتكلم عنها. في عندنا 8 تحديات علشان نقيم مثل ما نريد أن نقيمه إن شاء الله، ولا نستورد قيم وأخلاق وسياسات من الخارج، بل نصنعها من خلال بناء قيادات المستقبل إن شاء الله. ونستطيع من خلال هذه التعدديات في المسارات بناء مسيرة قيادات المستقبل وفق الإمكانيات المتاحة للأفراد والمؤسسات، سواء كمان شكل إمكانيات يبقى أفراد ثم عشوائية، عندك إمكانيات يبقى تعمل اللي هو المسار الثاني اللي هو مسار الأكاديمي. التحدي الواجب علينا التصدي له هو صناعة الفلسفات الفكرية والثقافية للمجتمعات والقادرة على صياغة العقول والأفئدة للأجيال، ليس فقط الأجيال من بني جلدتك، من بني وطنك، من بني دينك، أبدا الأجيال بعموميتها. فإن لم نستطع صناعة هذه الفلسفات الفكرية الثقافية فسوف نساق
كما يساق البعير، إلى فلسفات فكرية ثقافية غريبة وغير أخلاقية ولا تتفق مع قيمنا وأخلاقياتنا وثقافتنا وعرفنا وتقاليدنا، وغير أخلاقية يصنعها لنا من؟ الآخرون، كما هو حادث الآن. هذا ما أردت أن أطوف به معكم من خلال رحلتي ل 384 ساعة في الأيام الماضية. وأقول لكم يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك الفتاتين الواعدتين اللي هم مكلفات بأنهم يكتبوا البرنامج ده، بيسلموا عليكم ولكم وعلامة النصر في إيد سارة وهناء يعني معانا أيضا، علشان نقول إن شباب المستقبل هم اللي حيضعوا هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحسن استماعكم لنا، وجزاكم الله خيرا جميعا.